حركية اجتماعية ملحوظة وتاز في مقدمة هذه المدن. طبعا نحن نعتبر أنفسنا مناضلين في نضع أنفسنا رهن إشارة الشباب وعموم المواطنات والمواطنين ليس لنتأسد عليهم حاشا لله، ولكن لنتقاسم معهم أفكار وانطباعات ومواقف إلى غير ذلك. لا نعتبر أي موقف هو موقف نهائي، طبعا كل المواقف وكل الآراء هي قابلة للنقاش والأخذ والرد. قبل ما نبدأ في المناقشة وفي تقاسم أفكار معينة حول الموضوع الذي اختاره الفرعدية للشبيبة، بودي أولا أن أشكر وأحيي نضالية وحركية الفرعدية للشبيبة الاشتراكية بتازة بقيادة المايسترو الرفيق عمر المنصور الشاب الديناميكي، وهذه ماشي مجاملة، أنتم تعرفونه جيدا، شاب ديناميكي مناضل خلوق كذلك. الشباب الاشتراكية وحزب التقدم الاشتراكية نفتخر به كثيرا وبباقي الشباب وبباقي المناضلات والمناضلين في الفرع. ثانيا بغيت كذلك نعبر لكم على أنه كديوان سياسي وكحزب التقدم الاشتراكية لا يسعنا إلا أن نتضامن، واخا الكلمة هذه في الحقيقة نقولها احنا ولاد الشعب. طبعا هاد العشية هذه ما بغيتش ندير انا ولا سي دريس، ما غاديش نديروا لغات الخشب، وسنحاول ما امكن اننا ما نديروش لغات الخشب، وحتى في التفاعل ديالكم معنا اكيد انكم ما غاديش تديروا لغات الخشب. ولذلك اقول باننا نتضامن مع ضحايا فلسطين، وفي نفس الوقت نقول بان هذا التضامن اللفظي واللغوي والسياسي وكذا هو تضامن مهم جدا جدا جدا، ولكنه في نفس الوقت غير كافي. وبالتالي فإننا نعتبر بأن المبادرات الشعبية والمبادرات الدبلوماسية والمبادرات الدولتية هي أساسية في هذا النظام. ثم كذلك بغيت نقول بأنه نتضامن كحزب وكشبيبة، نتضامن مع ضحايا ديال هذا الصباح ديال سقوط ديال العمارات ديال ثلاثة العمارات، وكذلك نتضامن مع المواطنات والمواطنين في دوار بني كرامة في جماعة تيناس الذين يعانون من عدم رغبة موظفة للدولة من أن تمارس عملها في تغطية أو بتغطية من مسؤولية. وهذا طبعا موقف سياسي نتبناه بشكل مسؤول وجدي، وسيكون له تبعات، سيكون له لذلك تبعات. وهذا الموقف ديال كازا والموقف ديال بني كرامة هما موقفان عندهم تأصيل سياسي، وهو أننا كنا في حكومة أو في معارضة إحنا هما إحنا. الفساد هو الفساد، والتقصير هو التقصير، وخرق القانون هو خرق القانون. العمارات طاحوا في كازا لنفس الأسباب الثقافية والسياسية والاجتماعية العميقة، علاش ممكن أنه شي مواطن ولا مواطنة بني كرامة يموت؟ نفس السبب هو أن يوجد مواطنون موظفون أو أطور أو مسؤولون على ملفات معينة كيقوموا بعمليات ديال الفساد وبتقصير إلى غير ذلك، وهذا ما نشجبه وندينه ولا نكتفي بذلك، ولكن لذلك ستكون تبعات. في الملاحظة الرابعة أو قبل ما ندخل في النقاش، إذا سمحت لي الرفيق رئيس الجلسة ورفيقاتي ورفاقي الحضور الكريم، هو أننا أنا والسي إدريس قبل ثلاث أسابيع انتخبنا في مكتب سياسي لحزب التقدم والاشتراكية. نحن فخورون جدا بذلك ولا نعتبر ذلك إنجازا شخصيا. احنا مناضلين هنا، الأغلبية ديالكم راه كيعرفونا، احنا ولاد الشعب ولاد الأحياء الشعبية ولاد الضواحي ديال تازا إلى غير ذلك، وهذا الشيء هذا ماشي كنقولوه لكم زعما، راه احنا ولاد الشعب ونعتبر أن وصول جوج ديال الرفاق ولاد الشعب الى مكتب سياسي ديال الحزب عنده مصداقيه في البلاد وعنده حضور في البلاد، عنده ثلاثه ديال المؤشرات اساسيه. لا نعتبر الامر انجازا شخصيا. اولا خاص نتوما ومن خلالكم الناس اللي غادي تناقشوا معاهم من بعد في العائلات ولا تعرفوا بالملموس وبالدليل، هو انه توجد احزاب في المغرب يمكن أن يصل إلى قياداتها أبناء للشعب، اللي ما عنده لا باه جنرال ولا خالته في وزيرة ولا عمه كذا، ولا بمعنى أن ذاك الأحزاب كحلة وقبيحة وما في داش وما يمكنش توصل فيها وما يمكنش دير فيها شي حاجة،
هذه الأفكار هذه كنلقاو لها أمثلة مضادة لتفنيد هذه الرؤية وهو هذا المثال. طبعا لا نقول بالعكس أن الأحزاب كلها بخير، لا، هناك ممارسات فاسدة داخل أحزابنا، هناك ممارسات خاطئة في أحزابنا نواجهها، ولكن من داخلها، من داخل المنظومة المؤسساتية ومن داخل المنظومة الحزبية. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني ديال وصول ولاد الشعب إلى قيادات أو إلى مناصب أو مسؤوليات قيادية في حزب أصيل، المؤشر الثاني هو أنه السياسة، هضرت على المؤشر الأول هو الحزب، هو أن السياسة يمكن أن تكون ذات مردودية غنطة، ممكن بمعنى آخر أن السياسة لها جدوى، إن النظرية السائدة في المجتمع بين قوسين، النظرية بين قوسين في المجتمع هو أن السياسة ساسيغاغيان، لاش غندير السياسة؟ اللي كيحكم راه كيحكم، واللي راه كيقرر في البلدية راه كيقرر، واللي وزير راه وزير، وكل واحد شد بلاصتو، وأنا شنو غندير؟ أنا إلا دخلت للسياسة ولا لشي حزب شنو غندير؟ لا، عندك ما دير وممكن دير، ولكن إذا كان فيك الجد وكان فيك المعقول وكان عندك النفس الطويل وكان عندك فعلا ما كان عندك شي حاجة ما تقول وما تدير، عندك العقل وعندك الدرع ممكن أنك تدير شيء. بمعنى هاد اللحظة التاريخية اللي كنعيشوها ديال وليدات تازة، شباب ديال تازة، أنهم في موقع المسؤولية، كنستخلصوا دابا معكم منه الدروس. والمؤشر الثالث والأساسي هو تازة. إلا لاحظتوا بأنه تازة مدينة، وهذا راه ماشي شوفينية، أنا أممي وأنا وطني، ولكن الأممية والوطنية والإنسانية راه كتبدا بعدا من محيطك الخاص، من مما هو محلي، بدون شوفينية وبدون تعصب قبلي ولا المدينة ولا. أنا أفتخر بمدينتي وكنعتبرها، ماشي في تازة، ماشي كنقولها لكم أنتم لحقاش تازة، كنقولها برا وكنقولها وكنفتخر بها. تازة مدينة ولادة، ولادة للأطر وللنخب، وسبحان الله ملي كيكونوا في تازة راه الشاب ما كتبانش الطاقات، لأن نحتقر بعدنا. أنا ما كنهضرش معكم اللغة ديال السياسيين الكرافطة، واخا أنا لابس كرافطة، اللغة ديال حنا جالسين بيناتنا في شي قهيوة ولا تازة، ما كنعترفوش لبعضياتنا بقدرات بعضياتنا، ماشي كلنا، ولكن في الغالب العام. ولكن وليدات تازة الأطر المعقولة ملي كيخرجوا من المدينة كي يأخذون حقهم، وفي جميع الأحزاب والمنظمات والمؤسسات كذا، في ممشيتي كتلقى كيحمروا الوجه تبارك الله في أي مهنة ولا أي مكان. وبالتالي هذه مدعاة لافتخارنا واعتزازنا بانتمائنا لهذا الفضاء المشترك اللي هو تازة، واللي فيه تبارك الله فضاءات مدنية ونقابية وسياسية، اللي ما كتمارسش غير الدور ديال الترافع والدور المطلبي. وهنا معنا الرفاق، مرحبا بهم، ديال الاتحاد المغربي للشغل، أنا ولد الاتحاد المغربي للشغل، نمارس في فضاءاتنا التنظيمية النقابية والسياسية والجمعوية، نمارس بشكل إرادي أو غير إرادي مهمة التكوين، وهذا ما يغيب في فضاءات في مدن أخرى، خاصة المدن الكبرى. المدن الكبرى اللي لاحظنا وراه إدريس كيعرف هادشي مزيان، أنك كدير النقابة كدير السياسة، داك السياسة ديال كتدخل وكذا وكتطرق البيان وتطرق الموقف وتخرج حال. هاد المدن الصغرى بحال الرشيدية وتازة وبركان إلى غير ذلك، مازال كنديروا تنظيماتنا، كنجتمعوا في المكتب ونقصروا سبعة السوايع. هو راه حنا كيسحبنا، راه حنا كنديروا السياسة ولا كنديروا النقابة، ولكن بطريقة ضمنية راه حنا نمارس التكوين ويمارس علينا التكوين. وهذه مسائل قد تبدو يعني عادية، ولكن أنا أردت بكل قوة أنني أتقاسمها معكم. علاش؟ لأنني كنبغي دائما، أنا إيجابي، كنحاول ما أمكن نكون إيجابي، وحتى المحيط اللي يكون ضاير بيا ويكون الناس اللي كنهضر معاهم يتحلوا بالإيجابية، لأن كل ما يحيط بنا سلبي إلى درجة أن حتى حنا كأشخاص ولينا سلبيين. وبالتالي مرة أننا نديروا نقاشات فيها التركيز على ما هو إيجابي في شخصنا وفي محيطنا وفي تنظيماتنا إلى غير ذلك. بالنسبة للموضوع المطروح من طرف الرفاق ومشكورين في الشبكة الاشتراكية، اللي هو الشباب ورهانات المرحلة. طبعا هذا موضوع لا يمكن أن ندعي بأننا سنحيطه من جميع جوانبه، لأنه موضوع
موضوع ديال بصح، ولكن في نفس الوقت نتقاسموا كذلك بعض الافكار. اولا احنا تقدم الاشتراكيه، احنا ماشي حزب اخر، نحترم جميع التوجهات، جميع الافكار، جميع الميولات، جميع كذا، ولكننا التقدم الاشتراكيه. وبالتالي في اعتقادنا ان الصراع وان طبيعه المناقشات التي يجب ان تدور وطبيعه الصراع هو ليس صراع اجيال، بمعنى ان الشباب ليس هو النقاش يعني الرئيسي، وليس هو التناقض الرئيسي، بل ان الصراع الاجتماعي والصراع الطبقي هو الاساسي. ولكن في نفس الوقت الفئات الاجتماعيه والشرائح الاجتماعيه لها من القواسم المشتركه، ولها من المكونات ومن السمة اللي كتجمع بيناتها ما يمكنها من التأثير في الطبقات، والتأثير في التحولات الاجتماعية، والتأثير في مجريات الأحداث وفي عمليات التغيير. وبالتالي من هنا كاين المشروعية ديال الحديث على فئة الشباب، ولكن ليس باعتباره تناقضا رئيسيا ولا شي واحد يسحب له راه الشباب هو الذي يمكن أن يقيم عملية التغيير أو للشباب هو كذا أو هو كذا. دونك يجب أن نضع النقاش في هذا السياق. في مراحل تاريخية معينة من تاريخ المغرب مثلا، تاريخ بلادنا، ارتبط تاريخ السياسة والسياسيين والحركة الوطنية بالشباب. الحركة الوطنية اللي هي الشورى والاستقلال وحزب الاستقلال وحزب الشيوعي المغربي والباقي الحركات المسلحة الوطنية ديال المقاومة، في غالبية مكوناتها البشرية تشكلت من شباب. ونعطيكم مثال على ذلك، هو أنه المرحوم الحاج علياتا أنه من ينتقل للمنصب ديال أمين عام ديال الحزب الشيوعي المغربي كان في عمره 24 عام، وهذا يعطي 25 سنة، وهذا يعطي فكرة على مهدي بن بركة. راكم كتعرفوه في ذاك الوقيته ديال الخمسينات والستينات فين كانت الحركية والمقاومة، كان شابا. وبالتالي فإنه الحديث عن تاريخ الحركة الوطنية المغربية والحديث عن تاريخ الحركة الشبابية المغربية يكاد يكون منطبقا في مراحل تاريخية من بداية التاريخ الحديث ديال الدولة المغربية ما بعد الاستقلال وقبيل الاستقلال، يعني في معركة الاستقلال وما بعد الاستقلال، الربعينات، الخمسينات، الستينات، السبعينات، إلى حدود الثمانينات وبداية التسعينات. وبالتالي فإننا نقول بأنه الشباب المغربي عندما قاد الحركة الوطنية، وقبل ثلاث سنوات، أقل من ثلاث سنوات، عندما الشباب المغربي قاد في العالم العربي الربيع الديمقراطي، وعندما قاد في فرنسا في الستينات انتفاضة تكاد تكون ثورة في فرنسا في 1968، هناك من أراد أن يحمل الشباب مسؤولية التغيير وكأنه طبقة. ولكن في نفس الوقت ظهر تاريخيا، وما غاديش نطول أنا ونتشعب في النقاش، ممكن أنه اللي تأنترست بهذه الفقرة في المداخلة أنه يجبدها، ولكن تبين بأن الشباب يمكن أن يلعب أدوارا طلائعية، ولكنه ليس هو طليعة التغيير، ولكنه يمكن أن يكون مزودا للطبقات المنوطة بها عملية التغيير. منين جاء الربيع الديمقراطي في الحالة المغربية؟ طبعا احنا في التقدم الاشتراكية موقفنا معروف من الحراك الاجتماعي ومن الحراك الديمقراطي، ومعروف كذلك في مسألة تحويل الربيع الديمقراطي ديال الشارع وديال الشباب الى مكاسب مؤسساتيه. طبعا كانوا عندنا خيارات، يا اما غادي نمشيو في الاتجاهات المجهوله اللي مشات فيها ليبيا وتونس الى حد ما ومصر الى حد ما الى غير ذلك، او لا الطريق ديال الاحتواء المؤسساتي لحركيه الشارع. طبعا انا لست هنا بصدد اعطاء حكم قيمه على الخيارات، التاريخ هو وحده الذي له ان يحكم على صحة الاختيارات الصائبة. والشعوب التي اختارت الدموية واختارت التفريط في مرحلة تاريخية معينة في الاستقرار، المستقبل سينطلي على ماذا؟ أو
أولى المجتمعات والشعوب التي اختارت أن تحتوي حركية الشارع في المؤسسات وأن تحول حماس الشباب ومطالب الشباب إلى مقولات وإلى نصوص، خاصة النص الدستوري. الآن نحن أمام دستور متقدم فيه مقتضيات تهم الشباب. أعطي على سبيل المثال إمكانية تقديم العرائض في البرلمان، يعني التشريع، وإمكانية كذلك الترافع حول قضايا السياسات العمومية ديال الشباب في شخص المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني. ولكن السؤال مطروح الآن هو، وهذا سؤال كنطرحه علينا جميع، لأنني أنا عندي جواب شخصي ولكن بغيت نعطي جواب جماعي، ما هي الإمكانيات المجتمعية اللي عندنا؟ ما هي المناعة وما هي القوة المجتمعية اللي عندنا كمجتمع، كأحزاب، كدولة، كشباب، إلى أن نحول النص الدستوري والنصوص القوانين إلى فعل حقيقي، وخاصة المكتسبات اللي جابها الربيع الديمقراطي وتحولت إلى نصوص دستورية، مثلا كما قلت المجلس الاستشاري لحقوق للشباب والمجتمع المدني. أنا بغيت كذلك في إطار تقاسم بعض الأفكار معكم، خصكم تعرفوا، ربما تعرفوها ولا ما كتعرفوهاش، أن 35% من الشعب المغربي هم شباب ما بين 18 و 45 سنة. إلى أخذنا هذه الفئة هذه من 18 و 45 سنة، الآن في 2014 يشكلون أزيد من 35% ديال الشعب المغربي، بمعنى راه قوة حقيقية، يعني أكثر من الثلث. والتقديرات تقول بأنه في 2030 سيصبح تقريبا نصف المجتمع، يعني ما بين 18 و 45 سنة، هم شباب. علاش كنعطي هذا الرقم؟ ماشي كنعطي هذا الرقم أنا أكاديميا، أنا لست أكاديميا باش نعطي هذا الرقم هكا، لا، باش نوضعوا السؤال ونجاوب على السؤال أو ندير محاولة ديال الإجابة على السؤال الثاني. الشباب المغربي ورهانات المرحلة. شنو هو رهان المرحلة؟ أنا في تقديري المتواضع الرهان ديال المرحلة الآن هو واش حنا الشباب، واش نتوما الشباب قادين كمجتمع شبابي في البلاد أننا نحول القيمة التي يتوفر عليها الشباب في المؤسسات وفي المكاسب الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، أن تتحول هذه المكاسب في جميع المجالات والمكانة والموقع للشباب إلى ما يناسب حجمه الديمغرافي. السؤال وريها، واش أنا كنسوى 35% كشباب؟ واش قد نسوى 35% كمكانة عددية ومعنوية في المؤسسات، في الحكومة، في البرلمان، في المجتمع، في الشغل، في كذا، في الحقوق الأساسية، في الحقوق الاقتصادية، في الاجتماعية؟ طبعا واش أنا كنسوى هذا الشيء؟ الآن الواقع يقول بأن الشباب المغربي رغم أنه يمثل قوة ضاربة من الناحية الديمغرافية، إلا أنه من حيث المكاسب الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لا يرقى، ربما ما عنديش الإحصاء، ولكن لا يرقى حتى 10% من هذه المكانة المطلوبة. إذن الرهان الآن. ولكن غادي تقولوا لي من المسؤول؟ الشاب اللي ما خدامش وما عندوش تكوين مزيان إلى غير ذلك؟ ربما الجواب السهل هو مسؤولية الدولة. أقول نعم، الدولة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، لأنها هي التي تمثل، هي الأداة الحقيقية اللي ممكن أنها تدير سياسات عمومية إرادية أو إرادوية اللي ممكن أنها تنقل فيه المكانة ديال الشباب إلى مكانة أرقى. ولكن الدولة وحدها لا يمكن أن تفي بهذا الهدف. علاش؟ لأنه مهما كانت السياسات ديال الدولة، السياسات العمومية فعالة وذات مصداقية، ما ممكنش تلقى صدى وما ممكنش أنها تفعل وما ممكنش أنها تجيب نتائج إلى ما كانش واحد الشرط أساسي اللي هضروا عليه الأحزاب الديمقراطية ديالنا في مراحل تاريخية معينة ولازلنا نتحدث عليه، هو التعبئة ديال القاعدة، التعبئة الجماهيرية، بمعنى أنه ممكن أنك في الرباط تاخذ قرار سياسي ديال إدماج المرأة في التنمية، أو تاخذ قرار ديال إدماج الشباب في السياسة، أو تاخذ قرار ديال إدماج كذا، ولكن إذا ما كانش القناعة الشعبية الاجتماعية الثقافية التي تجد جذورها في المجتمع وفي الطلائع ديال المجتمع اللي هما المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، إذا ما كانش هذا الصدى، إذا ما كانش هذا الوقع هذا، دونك هذا هو الشرط الثاني. أولا التزام الدولة، وأعتقد بأنه نسبيا كاين هذا الالتزام الدولة بإدماج الشباب وبالرغبة في تكوينهم وإنتاج سياسات عمومية لصالحهم، وهي رغبة أكاد أقول بأنها ليست بالقوة الكافية. ولكن الشرط الثاني هو الشباب. الشباب ديالنا
انا ماشي كنعطي الدروس، ولكن راه بالسيف عليا خصني نقولها. الشباب ديالنا يجب، واخا هو راه من الكلمات التي ربما انا امقتها في السياسه، هي كلمه يجب. لان ملي كتقول يجب على من؟ ولكن انا اجد نفسي مضطرا الى ان اقول بان الشباب المغربي اللي هما نتوما اننا نكون قاسيين عليه في بعض اللحظات، ونقول بانه يتعين على الشباب ان ياخذ المبادره، يتعين على الشباب ان تكون له الاراده الحديديه، ان يتعين على الشباب ان ينخرط في المجتمع المدني وفي الاحزاب السياسيه، وان لا يكتفي بالنقد من الخارج، وان يحاول التغيير من الداخل، ان يقتنع بذاته وبقدراته، وان ينتخب مؤسسات محليه ووطنيه ويساهم في انتخابها لتكون كتمثل الصوره ديالو او لا كتمثله هو، ولما لا يكون هو ثقة في الذات الجماعية ديال الشباب. هادشي كله يتعين على الشباب كذلك أن يعود إلى الدرس والدراسة في ظل هذا التراجع المهول على القيام ديال الاجتهاد والقيام ديال التنافس. وهادشي كتشوفوا هادشي في امتحانات ديال الباك، كتكون مناسبة لهادشي ديال الظواهر ديال الغش والظواهر ديال كذا والهضر المدرسي. هادشي راه ماشي سهل، نتحكم فيه نسبيا، أعتبر رفيق فيصل. ولكن ثم أخيرا باش نسالي السي فيصل واكون عند حسن ظنك، هو الشرط الموضوعي. طبعا اذا توفر الشرط ديال الاراده ديال الدوله والشرط ديال الاحزاب السياسيه والوسائط الاجتماعيه والسياسيه، وتوفر الشرط ديال الشباب المستعد، كيبقى الشرط الموضوعي. شنو هو الشرط الموضوعي؟ هو انه راه نقدر نوفر لك الدوله عندها اراده والشاب عنده الاراده والاحزاب السياسيه عندها اراده وما يتحقق والو. دونك هنايا كنقولوا الشرط الموضوعي حتى هو ربما يلعب 10% ولا 20%، هو الامكانيات الماديه. لان كل دوله كل بلاد راه تعيا ما كتقاتلوا داكشي، ولكن في التالي كلشي راه كيرجع لو نير دو لا غير، اللي هو الفلوس، اللي هو لا كيس، اللي هو الميزانيه العامه. اذا هاد الاصلاحات اللي غادي نديروا لصالح الشباب وهاد الشاب الذي غادي يندمج، غادي نقولوا نتمنى ان يتم ذلك في ظرفيه اقتصاديه وماديه اللي فيها انفراج اقتصادي وما فيهاش مظاهر الازمه، علما انه حتى الازمه وحتى الازمات الاقتصاديه يمكن ان نتحكم فيها لو اننا تراجعنا قليلا عن ما نسميه ولا زلنا نسميه بالتبعيه الاقتصاديه والثقافيه. وشكرا. شكرا بزاف. شكرا رفيق رئيس. وانا بودي قبل ان ابدا هذه الكلمه ان اقول لكما معلومتين في عن ابناء تازة، واخبركم بان اول حاصل على الدكتوراه في علم الاقتصاد كان من منطقه تازة، واول باحث في مجال التنميه والتخلف كان من ابناء تازة، انه المرحوم الشهيد عبد العزيز بلال رحمه. وسمعت عن أحد كبار رجال الدولة في السنة الماضية وهو يتحدث عن أحد الزعماء السياسيين وأحد الاقتصاديين من أبناء تازة الذين تهفتهم المنية خلال السنة الماضية، ويقول في ذكراه الأربعين: لقد كان شامخا شموخ تازة. وقال لماذا شموخ تازة؟ قال حسب بعض العلماء التاريخ وحسب بعض العلماء أن المغرب في زمن ما كان مغمورا بالمياه، وأن المنطقة الوحيدة في المغرب التي لم تغمرها هذه المياه هي منطقة تازة، ولذلك سماه كان شامخا شموخ مدينة تازة. اسمحوا لي بعد هذه المقدمة أن أتدخل في الموضوع، والموضوع حسب ما أخبرت به هو أن أي دور للشباب أو الشباب ورهانات الحالية بالمغرب. ففي نظري ما هي هذه الرهانات؟ إنني أعتبر أن المغرب يعيش أو أن المغرب فيه أربع رهانات أساسية، بينها علاقة جدلية متبادلة، وبينها ترابط جدلي، بحيث أن كل منها يؤثر على الآخر، ويتعلق الأمر باستكمال الوحدة الترابية أولاً، وثانياً الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم المدني، وثالثاً تحقيق مستوى متقدم من التنمية، أما رابعاً
فهو تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب، بحيث لا يمكن فصل هذه العناصر الأربعة أو هذه الرهانات الأربعة أو هذه الامتيازات الأربعة التي توجد في المغرب. فمثلا إذا أخذنا الاستقرار السياسي والسلم المدني، فلا يمكن تحقيق لا العمل في على التنمية ولا على استكمال الوحدة الترابية ولا على بناء الدولة الديمقراطية في غياب الاستقرار السياسي أو السلم المدني. وأيضا بالنسبة للتنمية، لا يمكن بناء الديمقراطية بدون أن نواصل المسلسل التنمية أو نعمل من أجل تحسين التنمية بالمغرب. أيضا الوحدة الترابية، لا يمكن إقرار الديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا التقدم ولا التنمية بدون أن تكون الوحدة الترابية. وأسوق إليكم مجموعة من الأمثلة. في فلسطين مثلا ليست هناك وحدة وطنية، ليست هناك وحدة ترابية، هناك المشكل أي ديمقراطية سنتحدث عنها وأي تنمية سنتحدث عنها في فلسطين. الآن في ليبيا غياب الاستقرار السياسي والسلم المدني، عن أي ديمقراطية سنتحدث وعن أي تنمية سنتحدث وعن أي مؤسسات سنتحدث، إلى غير ذلك في العراق وفي سوريا وهلما من الدول. أيضا في دول فقيرة، في دول جائعة، في دول عن أي ديمقراطية سنتحدث، عن أي استقرار سنتحدث، عن أي مؤشرات ومؤسسات سنتحدث. فما دور الشباب المغربي في هذه أو ما موقع الشباب المغربي من هذه الرهانات؟ بالنسبة لاستكمال الوحدة الترابية، الشباب المغربي عاش عكس ما قد يعتقد البعض دائما في مقدمة العاملين من أجل الوحدة الترابية، من العاملين من أجل استقلال المغرب، العاملين من أجل الحرية للمغاربة. وهذا تبين خلال الفصول ديال المواجهة في بداية الحماية أو خلال الاستعمار أو خلال الظاهر البربري أو خلال المرحلة لخروج الاستعمار أو ما بعد الخروج الاستعمار، من أجل بناء دولة ديمقراطية، دولة تسودها العدالة الاجتماعية، دولة تسودها الحرية، ودولة فيها مستوى معين من الشفافية والتنمية إلى غير ذلك. أيضا المسيرة الخضراء اللي ساهموا فيها عدد مهم من الشباب، المشاركة ديال الشباب في المحافل الدولية والمحافل الوطنية هي خير دليل على العمل الذي يقوم به الشباب من أجل استكمال الوحدة الترابية. في مجال النشاط السياسي، في مجال النشاط السياسي يمكن أقول لكم بأن الذين أنشأوا التنظيمات السياسية في المغرب، الذين أنشأوا الجمعيات في المغرب، الذين أنشأوا النقابات في المغرب هم الشباب، في غالبهم الشباب. الأحزاب السياسية المغربية، إذا عدنا إلى تاريخ الأحزاب السياسية المغربية وإلى قادات الأحزاب السياسية المغربية بجميع التلاوين، يمكن أن أقول لكم بأن هذه الأحزاب كان عبارة عن شبيبات حزبية. بمعنى آخر، بأن قيادات الأحزاب السياسية منذ البداية لها، منذ نشأة النواة الأولى في الثلاثينات والأربعينات إلى ذلك، كانت قيادات شابة. وبالتالي لم يكن الحديث آنذاك عن التنظيمات الشبابية ما دامت أن القيادات الشبابية كانت شابة. أيضا النقابات، لإنشاء النقابات الاتحاد المغربي للشغل وما قبلها كانت قيادات شابة. المحجوب بن الصديق في 1956 كان مازال شاب. منين تولى الاتحاد المغربي الشغل كان مازال شاب، عليه حتى النهار اللي تولى الامانه العامه للحزب الشيوعي المغربي كما قال الرفيق قبل مني، كان مازال شاب. الرفاق اللي كانوا معاه في القياده ديال الحزب الشيوعي المغربي كانوا مازالين شباب. العلال الفاسي في الاربعينات وداك الشيء كان مازال شاب. الى غير ذلك من الزعماء ديال الحركه الوطنيه، المهدي من بركه، محمد يازغي اللي اصبح الان شيخ لانه في البدايه ديالو كان قيادي مازال شاب، الى غير ذلك عزيز بلال النهار اللي كان في القياده ديال الحزب الشيوعي او الاحزاب الاخرى او التقدم الشكل التحرر الشكل كان شابا. يعني انه في مسار معين القيادات الحزبيه والنقابيه والجمعويه في المغرب كانت قيادات شبابيه بامتياز. وهذه المؤسسات هذه هي اللي جعلتنا اليوم يمكن كنجتمعوا في هذه القاعه هذه، كنجتمعوا كنتحدثوا يمكن نتذاكروا يمكن نقولوا واحد العدد ديال الامور اللي كان من المستحيل تتقال في عهد مضى الى عهد قريب، مثلا في بدايه التسعينات او الى بدايه الثمانينات او الى فتره السبعينات. اما في الستينات وكذا فكان من المستحيل، او في السبعينات كان من المستحيل تقريبا نديروا واحد اجتماع علني بهذا الشكل هذا ونتناقشوا فيه ونتذاكروا فيه كما غيجيو الاخوان ويتحدثوا بالاراء ديالهم. حتى
تاريخ الحركة الاحتجاج. إلى جينا تاريخ الحركة الاحتجاج منذ كما قلت بداية الاحتجاج ضد الاستعمار والظهير البربري والمواجهة والمطالبة بالحرية وبالاستقلال المغرب، كانت في القيادات الأساسية لها قيادات شابة. المعارك اللي تقادت في 65 الأحداث ديال 65 أنتجوها الشباب. المعارك اللي تقادت في السبعينات أنتجوها الشباب. 81 أنتجوها الشباب. 90 أنتجوها الشباب. و 2011 آخر المعاقل ديال هاد الحركات الاحتجاجية كانت من إنتاج الشباب. يعني أن دور الشباب في الحركة السياسية وفي الحركة الوطنية وفي جميع الحركة الاجتماعية المغربية كان دائما حاضرا ولا يزال حاضرا، وهو في القلب ديال الأحداث. الشباب دائما في القلب ديال الأحداث، لأن الشباب عندهم واحد الطاقات كبيرة على التضحية. الشباب عندهم واحد الإمكانيات ديال التعاطي مع الأمور بإيجابية وبإخلاص أكثر. وهذا الشيء، هذه الحركة الاحتجاجية اللي عاشها المغرب عبر التاريخ ديالو، هذه التنظيمات السياسية اللي عاشها المغرب، هذه التدافعات اللي كانت في مرحلة معينة أنه ما يمكنش نديرو تجمع بهذا الشكل هذا، ما يمكنش يكون الحديث في السياسة بواضحة النظر، في النهار كانت تمنع الجرائد، كانت لأسباب بسيطة، يمكن أنه حنا غير حنا في المرحلة ديال التلاميذ ديالنا أو البعض اللي سبقونا كان من المحرم عليه باش يقرا جورنال، وخصوصا بعد الجرائد كان ممنوع. الى شدوا عندك كيعطوك سليخه عليها في المؤسسه التعليميه في الشارع الى غير ذلك. الى شريتيها ولا لا شدوها كتقراها كيعطوك عليها سليخه. سير شريهم كاملين دابا، شكون يديها فيك؟ سير تكلم دابا كما بغيت، شكون يديها فيك؟ هذا الشيء ما كانش في الدولة. ولكن هذا التدافع، هذا العمل اللي داروه الناس اللي من قبل منا، وهاد التراكمات اللي حصلت هي اللي جعلت ان المغرب الان الناس كتحدث فيه عبر الصحافه وكتقرا الصحافه، وكيمكن دير تجمع، وكيمكن دير الوقفه الاحتجاجيه. كان حلم ان تقع الوقفات الاحتجاجيه امام البرلمان الى حدود بدايه التسعينات. تعرفون من اول من احتج امام البرلمان في التسعينات؟ الذين اقاموا اول الاحتجاجات هم الشباب، هم المعطلون، هم الخريجون ديال الحركات النضاليه اللي كانت في الجامعه ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب والفصائل السياسيه اللي كانت انذاك. هم الذين اقاموا اول الاحتجاجات امام البرلمان في المغرب. كان حلم انك دير اعتصام قدام البرلمان او قدام وزاره او قدام العماله او قدام البلديه، كان صعيب. الان ولا هذا الشيء ممكن بفضل ماذا؟ بفضل التوسع ديال المجال ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان وبالتضحيات ديال من مجال هذا الشيء فابو. هذا الشيء راه الناس خلصوا عليه الضريبه، خلصوا عليه السنوات السجون والاعتقال والطرد من العمل والتضييق والحرمان من المناصب والى غير ذلك من الامتيازات الى غير ذلك. والشباب كان حاضر دائما في هذه المعارك. بالنسبه للتنميه، الشباب يعتبر المحرك الاساسي، للعمليه ديال التنميه، سواء كمساهم في الانتاج، كمساهم في التنفيذ وفي التأطير، او كمجال الاستثمار، في الشباب عبر التعليم والتربيه والتكوين، باش يمكن نحسنوا من المردوديه ويمكن نحسنوا من المستوى ديال التنميه ديال بلادنا. كما قلت بان هذا المسار، المسارات كلها خصوصا المسار ديال العمليه السياسيه، المساهمه في العمليه السياسيه، لان العمليه السياسيه عمليات ماشي عمليه وحده، وكتبدا من الانتماء للحزب السياسي ومن التقييد في اللوائح الانتخابيه ومن الترشيح ومن التصويت الى غير ذلك من العمليات السياسيه المختلفه والمرتبطه بها. والعمليه، هذه العمليتين ليست عمليات يعني الناس يقوموا بها عبثا، لانه ما يمكنش تكون عندنا ديمقراطيه في هذه البلاد بلا ما تكون عندنا مؤسسات حزبيه، بلا ما تكون عندنا مؤسسات نقابيه، بلا ما تكون عندنا مؤسسات جمعويه، وما يمكنش
تكون عندنا الديمقراطيه في هذه البلاد بلا ما يكون عندنا التباري، بلا ما يكون عندنا الانتخابات. وبالتالي عندنا جوج الخيارات، يا اما نديروا الانتخابات ونديروا المؤسسات الحزبيه، والا نديروا مؤسسات بحال المؤتمر الشعبي ديال القذافي والفرقه والصرخه الى غير ذلك. ما عندناش خيار، ما عندناش خيار واحد اخر. والتغيير ياتي يا اما عبر المؤسسات، يعني المؤسسات المنتخبه عبر الانتخابات عبر الصناديق وعبر كذا، او عبر الضغط الاجتماعي المنظم والمسؤول. لا، ان التغيير لا ياتي بالفوضى. وفي هذه العمليات السياسيه، وفي هذا العمل الحزبي، العمل الحزبي راه ماشي سهل، والطريق غير مفروشه بالورود. بل ان العمل الحزبي هو واحد العمل ديال تطوعي، وعمل اللي خصو المتابعه وخصو الصراع، راه داخل الحزب، داخل الجمعيه، داخل النقابه، ما غاديش يقول لك زيد تفضل. راه كل ما كان العطاء ديالك اكثر، وكل ما كان الضغط ديالك اكثر، وكل ما كان العمل ديالك اكثر، غيكون بالتالي راه غتفتح قدامك البيبان. ولكن ما تعولش انه غيجي يقول لك تفضل زيد، راك انت هو شاب زوين مازال صغير كذا الى غير ذلك، وراك تبوء المناصب وتبوء المكانه اللي يمكن تبوءها في الشباب، تبوءها في ال... في ال... في التنظيمات السياسيه. ايضا ان هذا العمل هذا اللي باش ما نطولش عليكم، اخر محطه مهمه ومفصليه في التاريخ ديال المغرب، وهي سنه 2011. وهذه السنه ينبغي قراءه ما وقع فيها في اعماقها قراءه جيده، لان القراءه ديالها ممكن تعطينا دروس كثيره باش نتجنبوا واحد العدد ديال الامور، وواحد العدد ديال 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 المسائل في المستقبل. لان في هذا 2011 وقعت واحد العدد ديال الاحداث، واحد العدد ديال الوقائع، لان هي جد 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 مهمه. واللي كان عندنا المشهد السياسي، انا اقولها واتحمل فيها المسؤوليه، ان كان في فتره معينه المشهد السياسي يتجه نحو الحزب الواحد. كل صراحه انه في واحد الفتره معينه ولينا حنا كسياسيين او كعاملين كناشطين في الحقل السياسي، نلاحظ بان المغرب يتجه نحو منطق الحزب الواحد. حزب واحد باغي يسرد جميع الاحزاب، جميع المكونات، جميع يكوش على كل شيء الى غير ذلك. ما يبقى الا هذا الحزب هذا الذي يصول ويجول في المجتمع بطرق شتى وبطرق كذا. ولكن كان يعني جات 2011 التي انقذت الموقف، وانقذت الموقف، وان الشباب في 2011 لعب دورا اساسيا، واللي جات واحد العدد ديال المكتسبات سواء على المستوى الاجتماعي. راه الملفات اللي تحلوا سنه 2011 ما عمرهم في التاريخ ديال المغرب تحلوا، والملفات اللي ما كانش كيحلموا المغاربه شي وحدين يتحلوا تحلوا في 2011. راه واحد العدد المكتسبات اللي دارت في الدستور ديال 2011، لاول مره في التاريخ ديال المغرب كيكون نقاش واسع مع جميع الفئات ومع جميع الفعاليات بدون استثناء حول الدستور كان سنه 2011. ما سبقش شي حدث، شي نقاش كان مماثل حول الدستور معين في الدساتير السابقه او في واقعه من الوقائع السياسيه اللي عرفها المغرب، مما مثل ما عرفه النقاش الذي كان سنة 2011. أيضا اليوم يمكن نقولوا بأنه بعض الشباب اللي جاوا اليوم يقولوا بأنه راه سن التصويت هبط ل 18 سنة وسن الترشيح هبط. راه واحد الوقت راه نضال مرير باش أنه يهبط هذا السن. علاش ما كانوش واحد الوقت باغيين يهبطوا السن ديال التصويت والسن ديال الترشيح؟ علاش نضال؟ لان الجامعات المغربيه، لان المؤسسات الثانويه في المغرب، لان الشباب المغربي كان كله او جله حتى اظل في النسبيه يهتف نحو اليسار. وبالتالي حتى لا يميل هذا التيار الجارف نحو اليسار، فكان سن الترشيح هو 25 سنه وسن التصويت هو 23 سنة إلى حد من العام. ولكن بعد
النضالات المستمره اللي عرفتها واللي قاموا بها الاحزاب السياسيه، المنظمات الشبابيه، الجمعيات الى غير ذلك، تم تخفيض ديال سن الترشيح. اليوم انه كيتم اقراء مكسب جديد بالنسبه للشباب، بعد 2011 حطت مكسب جديد للشباب، يمكن تناقشوا فيه نختلفوا حوله، ولكن مكسب جديد للشباب هو ولوج مجموعه او الكوطه ديال الشباب في مجلس النواب. كاين تسليط الضوء على الشباب في جميع، لان الشباب كان مقبور، كان الشباب هو علقوا الورق الانتخابات وزعوه كذا كذا، ولكن في 2011 تم تسليط الضوء على الشباب بواحد الشكل لانه هو كبير بزاف. من بين المكتسبات الاساسيه وهو تخصيص او المكانه الخاصه التي اعطيت للشباب المغربي من خلال الفصل 33 من الدستور. وختاما حتى لا اطيل، بانه لا تنتظروا بان يصبح الشباب المغربي كله في الاحزاب السياسيه لنقول بانه يعني الان الشباب متسييس او الشباب غير عازف، بل العمليه دائما يعني نحن محتاجين. هذا حاله مثاليه ان باش نوصلوا جميع الشباب المغربي يكونوا من احزاب وتنظيمات الى غير ذلك، هذا شيء مثالي وشيء جميل، ولكن دائما العمل ينبغي ان ينطلق مهما كان العدد، والمؤسسات ستسير مهما كان العدد ومهما كان من فيها، وبالتالي المشاركه ديال الشباب لها تاثير اساسي على المجريات ديال 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 العمليات السياسيه، لها تاثير اساسي. كم من قرى، كم من مدن تحولت، يعني وقع فيها واحد التغير كبير الفضل ديال الولوج ديال الشباب للمؤسسات المنتخبه، البلديات، الجماعات القرويه، الهيئات المنتخبه، واحد العدد ديال المناطق اللي تنفست الصعداء بفضل الولوج ديال الشباب للمؤسسات، بالفضل ديال العمل ديال الشباب. وهذه المناسبه ادعو الجميع بان يكثر الجهود ديالو ويعبأ اكثر ما يمكن من طاقات باش ان الشباب المغربي يهتم اكثر بالعمل السياسي، يهتم اكثر بالمؤسسات، يهتم اكثر بالعمليات السياسيه. وشكرا. الرئيس، هذا نقاش عميق جدا وماشي هضره ديال المجامله، فعلا المداخلات كانت نوعيه وقيمه جدا، استفدنا منها كثيرا جميعا. ورغم ان القاعه قاو فيها اناس قليلون، ولكن هذا لا يمنع من كوننا احنا شوف شتي ديك القضيه ديال الكثره والقاعه عمره وألف الناس وداك الشيء، كاين اللي عنده هذا المرض، وحنا من الناس اللي كان عندنا. انا بعدا كنت مسؤول الحزب قبل سنوات قليله، وكان ملي كنت ندعي لشي نشاط ولا كان عندي واحد الهاجس ديال المرض ديال يا ربي شحال غادي يحضروا، واش 1000 واش 100 ياك السي دريس، ونلقى وعطي الدعوه. ولكن هذا الهاجس مع الوقت مع بنادم كيكبر شويه في عقله وكيكبر في تجربته وداك الشيء، راه شي مره حنا دابا ما كنديروا لا انتخابات لا حتى حاجه، حنا جايين عندكم لله في سبيل الله، وانتم جايين عاوتينا لله في سبيل الله وفي سبيل العقل وفي سبيل تنمية الذكاء الجماعي إلى غير ذلك. وبالتالي الحضور القليل نتمنى أنه يكون النقاش كيحضروه مجموعة كبيرة ديال الناس، ولكن النقاش عميق ونحن نعتز به كثيرا في هذه المناسبة. أنا ما غاديش نرد على كل شيء، نتمنى أن الرئيس مادام أنا هو التالي اللي غادي نهضر يعطيني غير قد الوقت اللي خداه في الاول، لا في الاول، لا في التالي درتي شويه التوازن. انا ما غاديش نرد على كل شيء، ولكن غادي نتفاعل. انا لم ارد وحاشا لله مره اخرى ان ارد على مداخلات اللي ديال رفاق وديال الاخوان اللي الاساتذه ديالي، ولكن غنتفاعل. الرفيق والصديق ياك الرفيق اللي بغيت عمار الصديق الفيسبوكي صاحبي في الفيسبوك بزاف ياك عقلتي عليا، قال بانه في الدستور تم الاقصاء الى غير ذلك. الكلمات هنا حسب الموقع السياسي، انت تعرف وانا اعرف والقاعه تعرف انت ماذا تعني وانا ماذا اعني، وانت ما موقعك في المجتمع وانا ما موقعي في المجتمع، والمجتمع المغربي يجب ان يتسع لنا جميعا، وإذا كان ما كيتسعش لنا جميعا
فحزب التقدم والشراكة كيقول بأن المغرب يجب أن يتسع لجميع النوايا الصادقة مهما كانت ميولاتها السياسية، بشرط وحيد هو الإيمان والاقتناع النظري والعملي بالعمل من داخل المؤسسات. وبالتالي كل جواب آخر على الدستور 2011 كيفاش تصاغ اللجنة ديال صياغة الدستور سيصبح تحصيل حاصل. أنا أتفق معك كثيرا عندما قلت بأن الحراك العربي أو الحراك الديمقراطي في حالته المغربية أنقذ أحزاب الكرتونية. أنا متفق معك تماما. الحراك الديمقراطي في صيغته المغربية كانت له مكاسب كثيرة، وأهمها هو تجنيب المغربي مسارا كان مخططا له في اتجاه الفكر الوحيد والحزب الوحيد بشكل ضمني وذكي، انه تكون احزاب وتكون تنظيمات وتكون عمل مؤسساتي وكل شيء غادي يكون غير في الامر. وهنا اخوان احترمهم كثيرا ويمكن ان نتناقش في الامر، راهم جالسين معنا، ولكن فعلا من بين لي زيفي سكوندير ديال التعامل ديال الدوله مع الحراك الديمقراطي والدستور الجديد الى غير ذلك، هو انه لو اتيحت، حنا كنديروا الفرضيات وصافي، لو انه اتيحت للامور ان تسير في اتجاه تلقائي وعفوي كانت غادي تطيح احزاب كرتونيه، وربما كانت تطيح احزاب وربما شخصيات وربما مؤسسات لغير كرتونيه. وبالتالي حنا كنا امام ولا زلنا امام مراحل تاريخيه مهمه جدا، ديال انك كدير اختيار تاريخي مجتمعي كبير. واش غتختار الدم وتختار الاستقرار، ولا غتختار المؤسسات وتحتوي داك الشيء؟ وهذا راه عنده اثار جانبيه، وهذا راه عنده اثار جانبيه. انا كنت حاب كراه بافي، ولكن شنو هو الاساس؟ دابا اللي وقع وقع 2011، دابا حنا في 2011، راه 3 سنين، راه بلا التاريخ. الاساس هو اللي غادي نقول لكم دابا. الاساس هو واش حنا كمجتمع وحنا كدوله فينا طرف؟ حنا دابا اللي جالسين هنا راه حنا بحال الوزراء وبحال اي واحد، حنا مغاربه، راه فينا الذي اصابه اطمئنان على ما وصلت اليه الامور، اطمئنان اعتبره اطمئنانا مغشوشا واطمئنانا هشا، وقد يكون اطمئنانا ساذجا في مسؤولين كبار في الدوله وفي مواطنين، لاننا كيقولوا تجاوزنا المرحلة ديال العاصفة. وبالتالي كنت كندير الفساد في 2010، هذه هي الفرصة غنرجع. جمدت النشاط الفسادي ديالي واحد 3 سنين، راه حان الوقت باش نستأنفو. هذا الاطمئنان المغشوش، إذا كانت كديرو المؤسسات فهو مغشوش، وإذا كانوا كيداروه الأفراد راه مغشوش، وإذا كان كيآمن به شي واحد في الشعب العادي البسيط راه مغشوش. وفي نفس الوقت، الذي يعتبر باننا في 2014 راه حنا كنعيشوا نفس الحاله 2011 بغليانها ومخاطرها وتهديداتها فهو كذلك مخطئ، لاننا فعلا تجاوزنا بذكاء جماعي وطني فيه المجتمع المدني وفيه الدوله وفيه الاحزاب وفيه الشعب وفيه الشباب. الذكاء الجماعي الوطني ما كنهضرش على الفردي، ما كنهضرش على كيفاش فكرتي انت ولا انا ولا هذا، كيفاش فكرنا وكيفاش خرجنا من 2011 جماعة، خرجنا بطريقة فيها ربما أقل من الأضرار. ولكن غادي نركز ونقول الأهم هو أن الخروج ديالنا ماشي نهائي، ويجب السير بعيدا في الديمقراطة ديال المجتمع والديمقراطة ديال الدولة، ويجب على الشعب المغربي اللي هو احنا وعلى المؤسسات الوسيطية اللي هي احنا أن تظل يقظة في السنوات المقبلة، أن تتملك المكتسبات، أن تصون المكتسبات، وأن تظل الأعين مفتوحة لتكريس مزيد من المكتسبات في المجال الديمقراطي والتعددية، وأن نناضل على حرية بعضنا في التواجد والتعبير عن ذواتنا. هذا هو القراءة ديالي ديال الحزب ديالي للربيع الديمقراطي في الحالة المغربية. القراءة ديال دابا ماشي 2011. هناك افكار ديال الرفيق قرطير الرفيق زياد، انا غادي نوقف على فكره، انا غادي نوقف على ثلاثه الافكار ولا اساسيه اللي غادي نتفاعل معها، لان الاخرين الافكار الاخرى كلها تقريبا كونفيرج. هو انه قال الرفيق زياد في واحد الفكره ديالو بان مازال زياد ولا مشى؟ مازال فارغ.
زين زين لا ما شفتكش والله ما شفتك راه كنحيد النظر وما كنبقاش مزيان. اقدامنا على 20 فبراير وعلى السياسه وجهها بمظاهر منفره، هضرتي على شي كياكل رمضان وشي ما كياكلش رمضان وكذا. بعدا حنا في التقدم الشراكي راه كتعرف الموقف ديالنا ديال الحريات الفرديه. لا لا احنا بالعكس حنا من احرص الناس على ليس على الطقوس والمظاهر ولكن على كنخاف نستعمل شي مصطلح خاطئ ولكن على الهويه لا حتى الهويه ولكن على المجتمع على المجتمع كما هو وعلى اننا نناضل من اجل التغيير ماشي التغيير القطائعي ولكن التغيير الذي ينسجم وهذا هو التقدم الشركي اللي قاري شويه التقدم الشركي هذا هو سر النجاح ديالو على انه بالاحزاب الشيوعيه العربيه القليله جدا التي حافظت على ذاتها. سير قرا الاحزاب الشيوعيه العربيه كل الحزب الشيوعي اللبناني العراقي السوري الحزب الشيوعي الجزائري الحزب الشيوعي التونسي كل الاحزاب الشيوعيه الخمسينات والستينات التي جاينت تأسيس مع الحزب الشيوعي المغربي كلها ماتت ماتت اكلينيكيا الا حزب التقدم الشركي الذي تكيف مع الواقع لانه يعتبر بانه مقدسات الوطنيه بحال الملكيه بحال الاسلام في صيغته الاعتداليه والوحده الترابيه من المقدسات ماشي مقدسات زعما لاننا راه خايفين من شي حد ولا زعما موقف تكتيكي موقف عن قناعه فكريه. هذا هو الفرق بيننا وبين ربما شي حزب اخر ولا شي تنظيم اخر ربما شي حزب اخر او شي انسان ولا كيقول مقدسات لانه يعتبر نفسه محاطا باكراه كيعتبر بان شي مقدس راه غير اكراه وما يقدرش يجابه. لا حنا نقول في التقدم الشركي بان المقدسات الوطنيه ماشي اكراه وتا واحد ولا ما اجبرنا على اننا نعترف بان هذه المقدسات مهمه. هذه المقدسات نعتبرها مهمه لاننا حزب يؤمن بان التغيير يجب ان يكون مبنيا على مبدا التراكم الاجتماعي والثقافي بمعنى اننا ما كنقولوش نحيدوا مجتمع ونديروا مجتمع اخر ببنيته الثقافيه والاجتماعيه الى غير ذلك. وبالتالي غادي نرجع للفكره ديال المظاهر المنفره في الحزب. انا غنقول لك السي زياد نقول لك واحد الفكره بسيطه جدا كصديق وكاخ وك هو انه راه منين دخل الحزب السياسي دخل التقدم الاشتراكي عندنا ها هما راهو الرفاق ديالي هادو راه يقدروا نخرجوا من هاد القاعه ويحاسبوني على الهضره ويدوروا فيا ولكن عمرك ما تتسنى بانك راك غادي تلقى الجنه ولا غادي تلقى الامور بخير. راه داكشي اللي غتلقاه في داركم المشاكل اللي كاينه في الدار هي اللي في المجتمع هي اللي في المدرسه هي اللي في الحزب راه حنا مغاربه وعقليات تقريبا متشابهه وغتلقى المشاكل كما قال السيد ادريس ما غاديش تلقى الطريق مفروش بالورود. داك شحال من غتدخل هاد النهار ودا غادي يديروا الكاتب ديال الفرع الشبيبه راه والله عمري ما تحيدوا حتى دير معاك المعركه 6 سنين فهمتيني وتلقى ودفاع ودفاع ودابز وكذا وما شفت تنظيمات كامله. وبالتالي المظاهر المنفره ما كاينه وكاين سلوكات اللي ما مزياناش في احزابنا غير كاين الاحزاب التي فيها داكشي يعني بنيوي هكا هو عطاها الله وما باغيش نذكر شي حزب ولا شي جمعيه ولا شي نقابه بالاسم ولن اذكرها. كاين اللي عندهم داكشي بنيوي هكاك دايرين هكاك غادي ما تحط الرحه وكاين احزاب اصيله ديمقراطيه اللي فيها الممارسات الخاطئه باش ما نسميهاش الفاسده ولا هي استبناء ويمكن تصحيحها والوثائق ديال داك الحزب ولا بحال التقدم الشركي لا تقول بذلك وبالتالي امكانيه الاصلاح من الداخل تظل ممكنه جدا ولكن لا تنتظر نهائيا انك تدخل شي تنظيم ولا شي مؤسسه ديال الدوله ولا اي بلاصه وغادي تلقى الطريق وفرشه وغادي تلقى داكشي اللي كيدور في دماغك هو اللي كاين. انا كنت كنتمنى الكليماتيزاسيون هنايا ما لقيناهاش مثلا هذا مثال. الرفيق العماري المداخله ديالك كانت في تقديري قيمه جدا 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 واتفق مع جل ما جاء فيها وهدرتي على فيما تكلمت عنه هو مآلات الثورات العربية. شتي مآلات الثورات العربية الرفيق العماري هي مجال للبحث والدراسة الخصبين. مؤخرا كان عندنا الأمين العام ديال الحزب الشيوعي اللبناني داكور ودار مداخلة في المؤتمر ماشي في مؤتمر في اللجنة المركزية ما قبل المؤتمر الوطني دار بين المداخلات الرائعة اللي سمعت لها في حياتي وكيهضر على التجربة المغربية والتحالف ما بين البي بي اس كحزب اشتراكي مع العدالة والتنمية كحزب ذو مرجعية دينية ودار مقارنة مع تونس ومع مصر ومع كذا وفتح السؤال وكان بين الناس اللي بعقلهم مفكرين هذا سيد
رفيق حداده امين العام ديال الشيوعي اللبناني بين الناس اللي كنحترم التحليل ديالهم والتفكير ديالهم ولم يعطي اجابات قاطعه وما قالش بان المغرب اختار الطريق الصحيح. خلف التقدم الاشتراكي كنقول يجب ان اقول بانضباطا لحزبي انني نقول بان الطريق الذي اختاره المغرب هو الطريق الصحيح وفعلا انا مع الاستقرار ومع السلم ومع كذا. والتجربه ديال التحالف ديال الحزب المدني اشتراكي حداثي تقدمي مع حزب ذو مرجعية إسلامية هي تجربة مفيدة، مش ما نقولش صحيحة قطعيا، ولكن تجربة مفيدة للنظر، لأن راك شتي منين تونس شحال ديال السنوات وشحال ديال الصراع باش خرجوا دستور يتوافق فيه العلماني مع الاشتراكي، في الوقت اللي عندنا حنا داكشي كان عندنا، ولكن هذه المقارنة ديال تيد وأومو هذا حسن هذا لا تجوز. ولكن يجب رفيق العماري ان اضيف سؤالك الى سؤالي ولا سؤالي الى سؤالك ونقول بانه مآلات الثورات الديمقراطيه لا نعيشها راه ماشي مآلات منتهيه. مصر لم تنتهي، المغرب لم ينتهي، تونس لم تنتهي، والعراق وسوريا وكذا مآلات غير منتهيه. احنا في هذه اللحظه اللي كنهضروا فيها نعيش المآل ومفتوح على كل احتمال. شكون اللي قال شكون اللي كان في 2010 يعتقد بانه في 2011 سيتملك المغاربه هذا الدستور؟ حتى واحد ما كان يعتقد. وهذا هو اللي قبل في المداخله الاولى ديالي المركزيه اعتبرت بانه كاين شي حاجه سميتها الشروط الموضوعيه التي لا يتحكم فيها لا انا. وهذا من بين المقولات اللي كيقولها لي ديما السيد ريس كيقول لي راه شتي كنعيا ما نحلو ولا نحلل، ولكن راه في السياسه دائما وفي المجتمعات وفي مساله التحولات الاجتماعيه كتوقع شي امور ما كتخطرش على الباب وتغير الامور جذريا. ومن بينها كنقولوا باللي دابا مصر من قال بانه الاخوان المسلمون مثلا انتهوا والعسكر انتصروا ومن يقول بانه من يقول؟ وبالتالي فان القضيه ديال المآلات ديال الثورات ديال الربيع الديمقراطي اقول بانها لم تنتهي وبان الشعب وجميع الثورات اللي كانت في اوروبا الى غير ذلك طالت سنوات وطالت كاين عقود وثوره مور ثوره وانقلاب ضد انقلاب وكذا 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 كدوز واحد 10 سنين 20 30 50 عام فتستقر الامور بحال ديك الحركه التكتونيه ديال الطبقات الارضيه اللي كتغير القرار لا جيولوجي اللي باش كتغير قاره مع قاره راه كتلقى زلزال وزلزال وبركان وبركان 50 عام ولا 60 عام بعد كتعطي واحد الصيغه شي بنيه. صافي انا سالي سالي صافي سالي صافي سالي سالي الاشكال في تفعيل الدستور وليس في صياغته انا متفق تماما. راه تنزيل الدستور ولكن اتونسيون شي واحد قال الحكومه والبرلمان مسؤولان عن تنزيل بنود الدستور لان البرلمان هو المشرع الحكومه تقدم مشاريع قوانين ولكن البرلمان هو الذي يدرسها ويصادق عليها وله امكانيه تقديم مقترحات. ومساله اخرى هي البطء راه ما كاين لا بطء على حتى حاجه من القوانين التنظيميه. القوانين التنظيميه تحتاج الى تشاركيه الى بحث الى دراسه الى اشراك المعارضه وما عنديش الرقم بالضبط ولكن خصكم تعرفوا بانه الدستور ديال 2011 عطى المده ديال موندا ديال 5 سنين باش تدوز القوانين التنظيميه كلها. الان نحن في نصف الفتره الانتدابيه ديال البرلمان ومررنا نصف القوانين التنظيميه وبالتالي رحنا في لينو. شكرا. يعني هو منه من شريده ومنه من طريده من الدراسه ومنه من ازيلت له المنحه الى غير ذلك. يعني لكل مرحله تاريخيه او لكل عمليه نضاليه التضحيات ديالها والضريبه ديالها. كنت مع واحد النقابي زعيم نقابي واحد النهار وكان النقاش واحد واحد الاخوان اللي كان معنا في شي وفد من الاحزاب اللي ما يمكنش لما نهضروا عليها كيتصرع عليه مره مره كيتصرع عليه تغيير ما تغيير وهذاك السيد واحد الوقيته كنقول له شوف راه اللي بغى التغيير خصو يخلص التكلفه ديال التغيير بالله راه كاينه اون فاكتور بي ما يمكنش يحسب التغيير غير هكاك ولا التقدم غير هكاك كاين خاص تخلص فاكتور وهاد الفاكتور خص اللي يخلصها. فيما يخص شتي راه ما كاينش اللي عندي شي حاجه للشباب اما الشباب غيفرض راسو وغيكون ضاغي وازن وعنده كلمه واما راه غيبقى مهمش. راه الحراك ديال 2011 هي اللي ردت الاضواء للشباب في 2011 هي اللي عطات اللائحه الوطنيه هي اللي عطات النقاش حول الشباب هي اللي عطات الفصل 33
الفسحه والشباب هي اللي عطات المجلس كذا وكذا المجلس الاحلال للشباب والعمل الجمعوي. هذاك الشيء كنا كنطالبوا به منذ زمن بعيد في التنظيمات الشبابيه المجلس الاحلال للشباب الى غير ذلك. ولكن حتى 2011 عاد قالوا لا خاصو يكون وعاد دستروه ولكن نجيو نزلوه للتطبيق ديالو ما هي وما لونها. لان كما قلت لكم كاين في الكواليس كاين صراعات حول واحد العدد ديال الامور ومازال، ولكن الان راه الامور في القانون ديالو القانون التنظيمي ديالو تقدم في واحد المسارات متقدمه. 68 اللي ذكروها بعض رفاق بعض الاخوان ولا شيء، هي هذيك كانت حركه شبابيه عبر العالم كانت كتسمى الحركه الماركيوزيه، واللي كانت كتقول بانه الثوره سيقودها الشباب، سيقودها الشباب اساسا والطلبه الى غير ذلك. وهادو كانوا باغيين يعني كانوا مجموعه من اليساريين اللي عندهم هذا الطرح هذا، مجموعه من اليساريين واحد الطيف من اليساريين حتى لا اقول اليساري بين قوسين، واحد الطيف من اليساريين كيقول بان الطالعه في المجتمع هما الطلبه والشباب الى غير ذلك. ما كان في حين ان اليساري الحقيقي كانوا يقولوا الطالعه في المجتمع هي الطبقه العامله، هي الطبقه المنتجه، هي الطبقه الى غير ذلك. وكانت تجربه في مجموعه من البلدان بينها فرنسا في 1968، وهذه التجارب كلها باءت بالفشل عبر العالم. الجامعه يعني عندها واحد الدور اساسي. الان ما بقيناش في جوج جامعات في المغرب اللي جامعه الدار البيضاء وجامعه الرباط، دابا عندنا عشرات المراكز الجامعيه والمؤسسات الجامعيه ولا عندها 500,000 طالب. العام اللي كنت مثلا انا في التسعينات كنقرا كان عندنا 240,000 طالب ذاك الوقت في التسعينات في الطالب الجامعي كانت عندنا 240,000 طالب. الان تضولت عندنا 500,000 طالب، ولكن للاسف ان هذا 500,000 طالب ولا ذاك 240,000 طالب اللي كانت في وقتنا ماشي منظمه بالشكل الكافي، ماشي منظمه بالشكل اللي يمكن يجعلها تبرز في الساحه الاجتماعيه والسياسيه. راه البارح كان عندنا غير جوج جامعات ولا منين توسعوا ولا واحد الربعه، كان جامعه الدار البيضاء والرباط ومن بعد منها زادوا فاس وزادوا وجده ومراكش الى غير ذلك. ولكن كيف النهار اللي كانت كدير البيان ديال الاتحاد الوطني كانت الدوله كتساعد كتشدها الرعيده. الان عندنا 500,000 طالب، يعني الا بغينا نحسبوها على المغرب شحال كتساوي في يعني راه تقريبا 1% ولا 1.5% ديال المغاربه لانهم طلبه وداك الشيء. يعني هذه قوه ضاغطه داخل المجتمع، ولكن غياب التنظيم ديالها كيجعلها تقريبا لا تساوي شيء. هذا الشيء ما فيهش ماشي مسؤوليه ديال الطلبه، انا ما كنقولش المسؤوليه غير ديال الطالب، المسؤوليه ديال الطلبه مباشره، كاين المسؤوليه ديال الدوله، كاين المسؤوليه ديال الاحزاب السياسيه، وكاين المسؤوليه ديال الطلبه. كاين مسؤوليه ايضا ديال الطلبه، هادو ثلاثه ديال الاطراف عندهم مسؤوليات متكامله. لا يعقل ان تظل واحد المجموعه ديال الجامعات خارج القانون. لا يعقل ان تظل واحد المجموعه ديال الجامعات تحت السيطره ديال الاقليات ديال الطلبه، بالعنف وبالهراوه وبالكريساج. ما يمكنش. وهذا الدور ديال الدوله خاصها تدخل. والاحزاب السياسيه خاص يكون عندها قرار سياسي باعاده هيكله الجامعه. انا ما بقيتش باغي نشوف الطلبه كيديروا الحلقه ديال في تحت الشجار ولا في الجانب ولا في كذا. انا بغيت الطلبه يجتمعوا في لونفي ويتناقشوا رسميا في اطار مؤسسات. حتى حنا في التسعينات كان كنديروا الحلقيات وكان عندنا داك الشيء سهل. وكان عندنا مثلا كنمشيو نبغيو نديروا شي حاجه في شي اونفي وكيتكعر معنا شي استاذ كنديروا الاخلاء ديال لونفي. انا كنتذكر في 96 ما بغاش داو دي وزير التعليم العالي الان يعطينا مدرج باش نديروا واحد اللجنه الجامعيه دير واحد الندوه حول التعليم العالي. وهبطنا ودرنا له الاخلاء. انا شخصيا درت له الاخلاء في 96. هذا وزير التعليم العالي ما كانش باين لا في العداله والتنميه ولا في شي جهه واحده اخرى ديك الساعه السياسيه اللي يشتغل. والاساتذه اخرين كان عندنا اسلوب معتاد نديروا هذه المسائل هذه. ولكن هذا الاسلوب راه خصنا نرقاو. حنا راه دابا في 2014 الدوله خصها دير الدور ديالها، الاحزاب السياسيه خصها دير الدور ديالها، والطلبه حداهم خصهم يديروا الدور ديالهم حتى هما يتحملوا المسؤوليه، ينخرطوا في الاحزاب، ينخرطوا في التنظيمات، في الجمعيات الى غير ذلك باش نهيكلوا الجامعه. راه لا يمكن ان يظل الوضع على ما هو عليه. باختصار شديد، الشباب إن لم يمارس السياسة ستمارس عليه. السلام عليكم.